بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله موضوع Structure of Viruses، وبدأنا بالحديث المحاضرة السابقة عن الفيرال نوكليك أسيد، وقلنا أنها بتتميز الفيروسات بأنه هي الوحيدة التي يعني يمكن القول بأنه هي تمتلك جينوم مكون من RNA، وهي الوحيدة أيضا اللي بتكون من جينوم أو بعض منها بتكون من جينوم محتوى على Single Stranded DNA او دبل ستراندد ار ان اي، يعني في يعني تفرد في الجينوم تبع الفيروسات. اذا الدي ان اي ممكن يكون دبل ستراند، ممكن يكون سنجل ستراندد، الار ان اي ممكن يكون دبل ستراند، ممكن يكون ايضا سنجل ستراندد. في كمان كثير نقطه مهمه، انه الدي ان اي ممكن يكون لينير زي الايوكاريوتس او سيركولر زي البروكاريوتس، هذه كمان نقطه مهمه. الآن المادة الوراثية قد تكون قطعة واحدة، ومعظم أو كل الـ DNA viruses على سبيل المثال قطعة واحدة، بينما الـ RNA viruses قد تكون قطعة وقد تكون مكونة من عدة قطع، وذكرنا مثال عليها مثل الإنفلونزا فيروس والروتا فيروس segmented، بمعنى أنه المادة الوراثية عبارة عن أجزاء مختلفة. الإنفلونزا فيروس 8 قطع 8 قطع. كل الفيروسات تعتبر هابلويد، بمعنى they contain only one single copy of the genome، ما عدا أو اللي هي الريترو فيروس فاميلي اللي هي بينتمي إلها الـ HIV، مكونة من اثنين نسخة من نفس الجينوم، وبالتالي بنسميها ديبلويد، وهذه طبعا غريبة من غرائب أيضا اللي هو الفيروسات. بالنسبة للكابسيد، الكابسيد هي الهاوسينج او الغلاف اللي جوا بيكون فيه المادة الوراثية، والكابسيد عبارة عن بروتين كوت مكون من كابسومرز، والكابسومرز قلنا هي وحدات بنائية او مونومرز غالبا، والمرة الماضية تحدثنا عنها لكن حنتكلم عنها برضو بشيء من التفصيل اليوم حتى نؤكد على حقيقة واهمية بناء الكبسد كاملة من نوع واحد من البروتينات أو من صنف واحد من البروتينات. الكبسومر عبارة عن تحت الميكروسكوب بنلاقيها عبارة عن كريات، وهذه الكريات فيها سنترال هول يعني ثقب مركزي، ويظن العلماء بأن هذا الثقب المركزي أساسي في عملية الارتباط أو ما يسمى بالسلف أسيمبلي اللي احنا ذكرناه سابقا، وحنذكره كمان شوية لاحقا. إذا هي عبارة عن كرية ومحتوية على central hole. الـ structure composed of nucleic acid وجواه وخارجه الكابسيد بنسميه nucleocapsid، والnucleocapsid قد تكون هي الفيروس، بمعنى أنه في فيروسات لا تمتلك إلا النوكليك أسيد والكابسيد تبعتها، وبالتالي هي بتكون hole فيريون، فيريون وان سنجل فيروس، وان سنجل فيروس. اذا الفيرو النوكليوكابسيد قد تكون فيروس كامل. الارينجمنت وطبيعه الكابسومرز هي اللي بتحدد الجيومتريك سيمتري للفيروسات. ايش يعني الجيومتريك سيمتري؟ يعني مثلا في عندي في اللوحه زي ما انتم شايفين في الصوره اعلى اللوحه عندي كريه مكونه من مثلثات، هذه المثلثات عبارة عن 20 مثلث وبسموها عشروني الوجوه، عشروني الوجوه، أو بالإنجليزي بنسميها إيكوزا هيدرال، إيكوزا هيدرال. بينما بالنسبة للجزء السفلي عبارة عن سبايرال أرينجمنت، سبايرال أرينجمنت، تمام؟ ففينا شكلين أساسيين في الفيروسات، إما إيكوزا هيدرال أو اللي هي السبايرال او الهيليكال ارينجمنت، عدا ذلك بنسميه كومبلكس، بنسميه كومبلكس، وغالبا الكومبلكس لا تمتلك اي من الشكلين او تمتلك الشكلين مع بعض في نفس التركيب. مثلا البكتيريوفاج، وانا وريتكم يمكن صوره منه المره الماضيه، الراس تبعه عباره عن ايكوزا هيدرال لكن الكولر تبعته عباره عن سبايرال او هيليكال، فبالتالي بنسميه هذا ايضا ايه؟ كومبلكس. في حاجة حلوة ممكن نعممها من الآن، إنه كل الهيومن فيروسز اللي بتمتلك هيليكال
arrangement أو symmetry كلها enveloped. كلها enveloped. بينما اللي بتمتلك icosahedral arrangement قد تكون enveloped وقد لا تكون enveloped. وضحت الصورة؟ إذا كل الهيليكال enveloped لكن ليس كل الايكوزاهيدرال انفلوب. في بعض منها هيك وبعض منها مش انفلوب. ما هي المزايا التي يحصل عليها الفيروس من بناء الكابسيد كلها من الكابسومر الواحد؟ تخيلوا انا بدرس 5 مساقات في الجامعة وكل مساق بدي احمل له فلاش، تمام؟ يبقى كم فلاش احمل؟ 5 فلاشات. ولو كان حجم الفلاش كبير، تمام، بدي يعني حدا يساعدني في الموضوع. طيب تخيل تاني انه كل المساقات الخمسة محمولين على مين؟ على فلاش واحد. اعتقد انه هيك انا خففت مين؟ حمل من ذاكرتي، حمل من ذاكرة الميموري. الان لما بنقول بروتين يعني اصله جاي من جين. لما يكون بروتين واحد يعني جين واحد، 2 بروتين 2 جين، 3 بروتين 4 جين. اذا الفكرة انه انا ابني كل البيت اللي هو الكبسيد من بروتين واحد، يعني بدي جين واحد لبناء البيت. اليس ذلك انجازا كبيرا؟ المادة الوراثية اللي هحملها لهذا البيت فقط جين واحد. هذه نقطة كتير مهمة. It reduces the need for genetic information. رقم 2، المادة الواحدة زي المغناطيسات الكروية induces أو promotes self-assembly اللي هو التجميع الذاتي. إيش يعني تجميع ذاتي؟ كمان مرة، مجموعة من الكريات رميناهم على طرف من الأطراف، وعندما التقت هذه الكريات بدأت تتسلق فوق بعضها البعض وصارت تعمل لي شكل معين. هل أنا ساهمت في هذا الشكل بأي وسيلة من الوسائل؟ نفترض إنه إحنا بدنا نبني بيت، إيش بدنا؟ بلوك. والبلوك بدنا نحط بين البلوك والبلوك إيش نحط؟ سمنت لاصق. وبدنا واحد يحط البلوك، مزبوط ولا لا؟ بدنا الأسمنت اعتبروه الطاقة، وبدنا البنا اللي هو اللي بدي يبني اعتبروه الانزيم، تمام؟ طب لما يكون عندي حائط يبنى لوحده، لا بدي بنا ولا بدي طاقة، مزبوط ولا لا؟ بديش الاسمنت، لا انزيم ولا طاقة. اذا السيلف اسمبلي بتوفر على الفيروس كمان مرة اللي هو الانزيمز والانرجي. واحد بيقول لي طيب الانزيمز وايش ايش ليش ما يكون في انزيم؟ يعني الانزيم هو بروتين والبروتين بده يكون جين برضه، صح ولا لا؟ يبقى وفرنا ايضا جينيتك انفورميشن. اذا مهم جدا نفهم انه هذه الوحدات البنائيه اللي اسمها كابسوميرز ممتازه جدا للفيروسات، بل رائعه، واستطاع العلماء ان يشكلوا او يكونوا فيروسات فقط من وضع كابسوميرز في انبوبه بالاضافه الى ماده وراثيه. سيلف اسمبلي، تجميع ذاتي، لا انزيمات ولا طاقه تم احتياجها وتكون فيروس كامل في هذه الحالة. نتكلم شوي عن الفيرال بروتينز، وهي يعني قضية مهمة جدا جدا في الفيرولوجي. ما هي وظائف البروتينات في الفيروسات؟ ولا تظنوا أنني أتحدث عن فيروس بعينه، وإنما أتحدث عن كل الفيروسات. بعض الفيروسات قد تمتلك هذه الصفات والبعض الآخر قد لا يمتلكها، زي ما كنا نتحدث عن البكتيريا ونقول فلاجيلا مثلا، في بكتيريا فيها فلاجيلا وبكتيريا ما فيهاش فلاجيلا، لكن بشكل عام كنا نتكلم عن الفلاجيلا. واحدة من أهم وظائف البروتينات في الفيروسات is to protect. احنا كنا لسه نتكلم قبل قليل انه الكابسيد هي اللي بتحمي المادة الوراثية، اذا to protect the nucleic material. رقم 2، mediate the attachment. زي ما في البكتيريا بالضبط، لا يمكن بأي حال من الأحوال للبكتيريا أن تحدث عدوى إلا من خلال أول خطوة اسمها attachment. برضو الفيروس محتاج attachment، كيف له أن يلتصق؟ من خلال البروتينات اللي موجودة على السطح تبعه، سواء كانت الكبسيد
او كانت الانفلوب اللي هنتكلم عنه لاحقا، لكن هي في الاخر بروتينات. طيب لماذا هناك فيروسات تصيب الحيوان وهناك فيروسات تصيب على سبيل المثال النبات؟ specificity بنسميها species specificity. بتصيب العصافير بتصيبش البط، العصفور طير والبط طير، لكن species مختلفة. ما الذي جعلها تصيب؟ وجود بروتينات لها مستقبلات في هذا الطير وليس لها مستقبلات في ذلك الطير. إذا species specificity. لماذا تصيب الكبد ولا تصيب القلب؟ كمان مرة لها ريسبتور للبروتينات تبعتها في الكبد وليس لها ريسبتور على وين؟ على عضلة القلب. إذا نطلع على السبورة ونشوف إنه في عندي حاجتين سبيسي أند أورجان سبيسيفيسيتي، تنتين بيحددها برضو البروتينات. نقطة كمان ثالثة مهمة لا تقل أهمية وهي الأنتيجينات. بروتينز acts as antigens. وما دام they act as an antigen يبقى ايش بالايش الحكمه من وراها؟ انه جسمنا حيكون اجسام مضاده بغرض ماذا؟ to neutralize. ايش يعني neutralize؟ هاي الانتيجين، هذا الانتيجين وبيرتبط مع الريسبتور، بيرتبط مع الريسبتور. الان ما في بينهم اي حائل يمنعهم من الارتباط، وجود انتيبادي ارتبط في الانتيجين بيعمل نوع من المعادلة لهذا الانتيجين بحيث انه يمنعه بالارتباط بمين؟ بالريسبتور. يبقى في عندنا الان صار في استهداف للبروتينات اللي هي الانتيجينات من جهاز المناعة حتى يمنعها من الارتباط. منعها من الارتباط هو منع للعدوى، لان احنا قلنا اول خطوة في العدوى هو الاتاتشمنت، وبالتالي يمنعها من اللي هو الاتاتشمنت. طبعا البروتينات كانتيجينات تعمل اندكشن للاميون ريسبونس، هذا امر طبيعي. بعض الانزيمات، بعض البروتينات احنا في الـ 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 في الفيروس بتكون ستراكشرال بنائية، بمعنى انه هي اللي بتبني الهيكل الخارجي للفيروس، والبعض الاخر بيكون انزيمز. في المحاضرة الاولى بنات اذكركم لما صنفنا او ميزنا بين الخلية وبين الفيروس قلنا الخلايا بتحتوي على انزيمات بكثرة، لكن في الفيروسات بعض الفيروسات بيحتوي على انزيمات. وأنا ذكرت لكم لماذا بعض الفيروسات تحتاج إنزيمات. أؤكد مرة أخرى أنه لو أنا جيت على الغرفة هذه ولقيت كل احتياجاتي لأداء مهمتي تمام متوفرة، يبقى أنا بأجي بدون ما أحمل ولا حاجة. لكن لو لازم أجيب معي فلاش وأحطه بالجهاز عشان أقدر أعطي المحاضرة تمام، أنا مضطر أحمل الفلاش معي صح؟ يبقى إذا ما وجدتش بغيتي في الخلية لازم أجيب بعض الأدوات اللي بتساعدني على إكمال المهام. إذا ممكن تكون structural، ممكن تكون إيه إنزيم زي البوليميريزز DNA أو RNA بوليميريز. في بروتين مهم جدا اسمه ماتريكس بروتين. لما احنا قلنا إنه بعض الفيروسات هي عبارة عن نوكليوكابسيد محاطة بإنفلوب، يا هل ترى الإنفلوب هذا في الهواء معلق على الكابسيد ولا لازم يكون في مادة بنائية بين الكابسيد وبين الانفلوب؟ أوريكم صورة هنا، شايفينها؟ هاي الكابسيد وهاي الانفلوب. الآن الفراغ هذا الموجود بيكون مملوء ببروتين، هذا البروتين عبارة عن اللي هو الماتريكس بروتين، وهو بروتين مهم أيضا لبقاء الممبرين ملتصق في اللي هو الفيروس. شيء غريب وعجيب في الفيروسات انه احنا كنا بنتكلم عن سوبر انتيجين في الستافيلوكوكس اورياس توكسيك شاك سيندروم توكسين، فاكرينه؟ والصورة اللي امامنا هنا ايضا كمان بتوضح لنا الفكرة العامة، واذكركم فيها التي سيل ما بتشتغل لحالها، لازم الانتيجين بريزنتينج سيل تقول لها او تعطيها امر تقول لها خذي الانتيجين هذا اللي انت سبيسيفيك له وقوم اشتغلي. فالانتيجين بريزنتينج سيل
بتصير تدور على التي سيلز. التي سيلز هم الصغار الحركين النشيطين، تمام؟ الان اذا الاولى ارتبطت بالثانيه وطلع مش سبيسيفيك بتسيبها بتروح على الثانيه، حتى تتعرف على ما تلاقي مين الخليه المناسبه لها. السوبر انتيجين لما يلاقي تي سيل قريبه من انتيجين بريزنتنج سيل بروح بربطهم ببعض، بلزقهم ببعض، بتصير الان ايش؟ لان الان اكتيفيشن للتي سيلز، مش تي سيل وحده، تي سيلز. وهذا الاكتيفيشن بيعمل اميون ريسبونس مبالغ فيه، وهنا بنقول لك توكسيك شوك سيندروم، قد تقتل الانسان لانه رده فعل مناعيه مبالغ فيها. طب العلماء بيسالوا بيقولوا طب ليش هذا الفيروس محتاج يعمل هذا العمل؟ وجدوا انه الفيروسات اللي بتمتلك سوبر انتيجين بتحتاج الى الخلايا اللي الها انتيجين اسمه CD4 سيلز، تحتاجها للتكاثر، وبالتالي هي بتنشط جهاز المناعة حتى تخرج هذه الخلايا وتقوم بالسيطرة عليها. إذن برضو في ذكاء من اللي هو الفيروس. وأعتقد أن الصورة هذه أو اللوحة هذه بتوضح لنا أنه في بعض الفيروسات إلها سوبر أنتيجين زي الإبستين أو إبشتاين بار فيروس EBV، يا بنات بيختصروه، مشهور كتير، حيمر معنا كتير، EBV. والCMV اللي هو سايتوميجالو فيروس ايضا من الفيروسات المشهوره، والريترو فيروس ماوس ميموري تيومر فيروس، واضح من اسمه انه للفئران مش إلنا. وزي ما حكينا لكم النظريه بتقول انه هي تحتاج الى سي دي 4 سيلز بوزيتيف سيلز عشان تعمل ريبليكيشن داخلا. في كمان بروتين اخير في السلسله اللي معانا اسمه تيجمنت بروتين. فاكرين وين مولود الماتريكس؟ وين مولود الماتريكس؟ بين الانفلوب وبين الكابسيد. هذا ايضا موجود في تلك المنطقه، يعني في اثنين عندنا بروتينات قد يكون مولوده في هذه المنطقه، الماتريكس بروتين زائد تيجمنت بروتين، لكن له وظيفه اساسيه ريجولاتوري. كلمه ريجولاتوري يعني عمليه تنظيم، وكلمه تنظيم في هي تنظيم للجينات، switch on وswitch off، سموها transcription and translational factors، بتعمل عملية control للviral والcellular process، يعني بتسيطر على كل من العمليات الخليوية اللي هي في الخلية بتتم، وعلى العمليات اللي بتتم في أيضا الفيروس itself. التركيب التالي في محاضرتنا اللي هو الانفلوب، فيرال انفلوب، وانا الحقيقه تحدثت عنه المره الماضيه باستفاضه، لكن كونه كان ضمن يعني مقدمه الان وجب علينا انه نذكر جميع المعلومات عن هذا التركيب. بتعرفوا مصطلح بادنج؟ تبرعم، يا اخر كلمه في اللوحه اسمها تبرعم، بادنج هنا. الان نتخيل الغرفه هذه اللي احنا قاعدين فيها هي عباره عن خليه، الجدران تبعتها ايش هتكون؟ سيل ميمبرين. الان الفيروس هو طالع من الخليه، ما فيش باب للخليه ولا في شباك يطلع منه، فقدامه حل من اثنين، يا اما يدمر ومزق الميمبرين ويطلع، او في حل ثاني اكثر لطفا، تمام، وفي فائده للفيروس، انه هو طالع بيضغط على السيل ميمبرين، تمام، وبيقطع قطعه منه بيغلف فيها حاله، وهذا هو الانفلوب. الان برضه هو ذكي، بياخدش قطعه مش اله، وهذه اصلا مش اله، طب ها كيف خليها اله؟ وهو جوا بتكاثر، بروح بصنع بروتينات بسموها جلايكوبروتينز او جلايكوبروتينز، تمام، وبيغرسها في الممبرينز اللي موجوده تاعت الخليه. فهو طالع بيضغط على الممبرين وبياخد جزء من الممبرين، ايش في الممبرين الان؟ جلايكوبروتينز. الجلايكوبروتينز بتخلي الممبرين إله، يعني فيرال ممبرين، بس هو في واقع الأمر مأخوذ من مين؟ من السيل ممبرين. كل الفيروسات اللي إلها انفلوب بتاخده من السيل ممبرين، ما عدا واحد بياخده من النوكليار ممبرين، بياخده من النوكليار ممبرين. إذن مصدر الانفلوب الأساسي هو إما سيل ممبرين أو نوكليار ممبرين، لكن يضاف إلى بعض البروتينات اللي سميناها جلايكوبروتينز، وهي يعني تبدو في تحت الإلكترون ميكروسكوب
بنسميها سبايكس. عشان سبايكس نتوءات او اشواك، تمام، نتوءات او اشواك. طيب عرفنا من وين، عرفنا من وين بيجي الممبرين اللي هو الفيرال انفلوب. ما هي الفوائد التي يجنيها الفيروس من اكتساب انفلوب؟ من المره الماضيه تكلمنا عن مساوئ، مزبوط. المره اللي بنتكلم عن فوائد. الفائده الاولى انه بيتجنب جهاز المناعه. ليش؟ لانه هذا الانفلوب هو انفلوب اصلا من نفس الشخص، فبالتالي جهاز المناعه مش هيتعرف عليه على انه غريب. هي واحد. اثنين، عمليه اصابه خليه اخرى بتصير اسهل ما يكون. ليش؟ لانه ممبرين يلزق في ممبرين، يلتصق في ممبرين، مش هيحتاج ريسبتور. ممبرين بيلتصق في ممبرين، بيفتح وبيدخل الفيروس جوا الى الداخل. وحنبقى لما نوريكم عمليه الريبليكيشن للفيروسز، نوريكم كيف بتتم هذه العمليه ان شاء الله من خلال انيميشن. اذا هاي فائدتين، الفائده الاولى هروب من جهاز المناعه، رقم اثنين سهوله في انه يعمل دخول لخلايا اخرى. بينما العيوب، it confers instability to the virus، يعني الفيروس في البيئة بيكون غير ثابت، وأي دمار للممبرين، تمام، هذا دمار للفيروس itself، لأنه سيفقد قدرته على الارتباط، ملوش قدرة على الارتباط إلا من خلال هذا الممبرين. أنا جبت بجيب مثالين، بقول إنه عندي فيروس الإنفلونزا وفيروس الرشح. طبعا أنت بتعرفوش الفرق بينهم، رشح وإنفلونزا بالنسبة لكم إيه؟ واحد. يعني الواحد بده يقول أنا مرشح، ممكن يقول أنا مفلوز أو العكس، ما بتفرقش معه. لكن واقع الأمر هم مرضين مختلفين ومسبباتهم مختلفة تماما. إنفلونزا فيروس وراينو فيروس. الراينو فيروس هو فيروس مسبب للرشح. الإنفلونزا فيروس انفلوبت، بينما الكومون كولد فيروس نون انفلوب نيكد. مين حيضل معدي أطول في البيئة؟ النون انفلوب اللي هو مين؟ اللي هو الراينو فيروس، فيروس الرشح. وعلى فكرة انتو بترشحوا بعض الأحيان دون ما تجدوا مبرر لأنكم رشحتوا. ما قابلتوا مع واحد مريض بالمرة مرشح من أشهر ومع ذلك رشحتوا، لأن كنتوا مسكتوا سيرفس طاولة على سبيل المثال، كان قاعد عليها حدا أو بالقرب منها حدا عطس ممكن يومين ثلاثة أربعة خمسة، وإحنا مسكنا الأسطح ووضعنا أصابعنا إما في العين عن طريق الحكة العين أو في مكان آخر، تمام. فبشكل عام اللي أنا بدي أوصله من الرسالة هذه إنه فيروس الرشح الذي لا يمتلك الانفلوب أكثر قدرة على البقاء في البيئة من الفيروس تبع الإنفلونزا اللي هو انفلوب فيروس. وأكبر دليل قلنا لكم على إنه كل الفيروسات اللي بتعمل gastrointestinal tract infection كلها non انفلوب. لو انفلوب كان ما حد ما تناولناها مع الطعام أو الشراب الملوث كان دمرت وين؟ في اللي هو المعدة. طلعوا على آخر سطر في اللوحة، هيباتيتس A فيروس، بوليو فيروس. طبعا هيباتيتس A أحد فيروسات الهيباتيتس اللي بينتقل عن طريق الطعام والشراب. هيباتيتس A فيروس مش كلهم بينتقلوا عن طريق الجنس والدم، تمام، في بينتقل عن طريق اللي هو، عشان انا قلت لكم المره الماضيه المجموعه كلها لا تشترك في صفه الا انهم بس انهم قادرين على اصابه مين؟ اللي هو الكبد. البوليو فيروس اللي هو مرض شلل الاطفال، وفي مجموعه من الكوكساكي فيروس، ايكونو فيروس، نورولك فيروس، وروتا فيروس، كلها بتعمل gastrointestinal tract infection وكلها naked viruses أو non-enveloped virus. طيب كيف بينتقلوا ال enveloped viruses؟ كيف بينتقلوا؟ طلعوا على برضو اللوحة وركزوا كويس على اللون الأحمر إذا كان مبين إشي من اللون الأحمر. في عندي direct transmission، وكلمة direct يعني تعني إنه بشكل مباشر، زي مثلا عن طريق the blood transfusion هو نقل الدم، عن طريق sexual transmission وهذا برضو close contact،
مثل مثال عليها الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي هو فيروس الايدز، الهربس سيمبلكس فيروس تايب 2 النوع الثاني من الـ من الـ من الهربس، وهيباتيتس بي اند سي. لاحظوا لو السابقه كنا نتكلم عن هيباتيتس اي بينتقل عن طريق الفيكال اورال اللي هو يعني البراز اللي بيلوث الطعام او الشراب، بينما احنا بنتكلم على سيكشوال ترانسميشن وبلاد ترانسميشن. الانسكت بايت عضات الحشرات مثل اليالو فيفر حمى الصفراء والويست نايل فيروس، او عن طريق الانيمال بايت مثل داء الكلب اللي هو السعار او الريبز، الكلب اللي بعض المسعور اللي بعض انسان بينقل له فيروس الريبز، وفيروس الريبز انفلوبد فيروس. انفلوبد فيروس ايضا مجموعة كبيرة من الفيروسات اللي هي انفلوب تنتقل مباشرة عبر الريسبيراتوري دروبليتس اللي هو عبر الجهاز التنفسي، مثل الانفلونزا فيروس، الميسل فيروس، الميسل اللي هي الحصبة تمام، والروبيلا اللي هي الحصبة الألمانية، والريسبيراتوري سينسيتيال فيروس هنتعرف عليه هذا لاحقا ان شاء الله، والفاريسيلا زوستر فيروس برضو هذا فيروس من الفيروسات اللي انتو اصبتوا فيها وانتو صغار اللي هو جدري الماء، بسموه جدري الماء، بسموه تشيكن بوكس باللغة الانجليزية. هذه اللوحة بتثبت لنا بالفعل انه الانفلوبد فيروسز غير قادرة على البقاء لفترات طويلة، وبالتالي لابد من وسيلة معينة لنقلها الى من شخص مصاب الى اخر، اما عبر الحشرات، عبر الحيوانات دايركت كونتاكت اللي هي من الدم، او سيكشوال كونتاكت، او عبر الريسبيراتوري تراكت. واللوحة اللي امامنا بتوضح لنا انه الكلام اللي ذكرته على فيروس الرشح اللي هو الراينو فيروس، وراينو معناها انف، راينو معناها انف اللي هو الفيروس اللي بيعمل رشح في الانف يعني تمام. which are transmitted by respiratory droplets are naked nucleocapsid viruses، ليس لديها اي انفلوب، وبالفعل تستطيع البقاء لفترات طويلة جدا. ما زلنا في الفيرال انفلوب وبنتكلم عن تايب سبيسيفيسيتي او حاجة بنسميها سيرو تايبس. المحاضرة الاولى ذكرت لكم انا حاجة بتخص الـ HIV الـ AIDS، انه هذا الفيروس الدراسات اللي اجريت عليه طورت علم المناعة صح؟ وطورت علم الفيروسات، ومع ذلك لحد الآن ليس لدينا فاكسين فعال ضد هذا الفيروس. عدم مقدرتنا على إنتاج فاكسين أو لقاح قد يكون لها أسباب متنوعة، لكن أحد أشهر أو أهم الأسباب أن يكون هناك سلالات مختلفة ومتنوعة، سيروتايبس، زي الميكروب، زي البكتيريا اللي درسناها كان برضو في كتير فيها سيروتايبس، زي السالمونيلا مثلا والشيجيلا. بعض الفيروسات تحتوي على سيفرال سيروتايبس. تسمعوا بالإنفلونزا فاكسين، كل سنة بينزل فاكسين مختلف عن السنة اللي قبلها. ليش؟ لأنه الشركات المصنعة للفاكسين بتحاول تجمع السلالات التي كانت سارية في العالم في العام الماضي، وبتعمل ضدها أو بتعطينها مضاعفة أو ميتة وبتلقح الناس فيها. ليش؟ عشان تحميهم من possible. لكن كتير من الناس اللي أخذوا الفاكسين صار عندهم إنفلونزا. دلالة على إيه؟ على إنه السلالات اللي صار لها بروتكشن عندهم، إجت سلالة جديدة ما فيه بروتكشن، وبالتالي أصيبوا بالإنفلونزا. المفهوم هنا بالسيروتايبس هو التنوع الأنتيجينات تاعت اللي هو الفيروسات. أحد مسببات التنوع هو الجلايكوبروتينز اللي قلنا لكم بتغرسها الفيروسات في السيل ممبرين اللي على الانفلوب. إذن الانفلوب قد يكون مسؤول عن مين؟ عن سيروتايب فارييشن أو التنوع في السيروتايبس. مثال البوليو فيروس تايب 1 and 2 and 3 are distinguished by the antigenicity of their capsid proteins. الكابسيد بروتين غير عن الانفلوب بروتين، مظبوط ولا لا؟ It is important to know the number of serotypes of a virus because vaccine
should contain the prevalent serotype. ايش معنى prevalent serotype؟ الشائعة. البريفالنت سيروتايب معناها يجب علينا معرفة الشائع الكومون الذي يسبب المرض للإنسان حتى نقدر نحطه في مين؟ في الفاكسين. بدي أعطي مثال معلش من البكتيريا. في عندنا بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيمونيا، فيها 84 سيروتايب يا بنات، 84 سيروتايب. هل يعقل أن نعمل فاكسين نحط فيه 84 أنتيجين عشان مرض واحد؟ هذا بينهك جهاز المناعة، فبنروح بندور على أكثر السلالات شيوعا في المنطقة 10 7 8 وبنجمعهم مع بعض وبنعطي فاكسين بدل ما نعطي ضد 84 فاكسين. إذا كلمة بريفالنت معناها الشائع والذي يحدث أمراض بشكل كبير. لماذا نحتاج السلالات إنه نحطها مع بعض؟ وقلنا إنه فيش حاجة اسمها كروس بروتكشن. ايش يعني كروس بروتكشن؟ يعني لو انا اتحصنت ضد سلالة اكس مش هتحميني من سلالة واي، فلازم اتطعم ضد سلالة اكس وضد واي، فيش بينهم كروس بروتكشن، وهذه نقطة كتير مهمة في الفيروس. Viruses that have multiple serotypes have antigenic variants have an enhanced ability to evade our host defenses because antibody against one serotype will not protect against another serotype. هذا المعنى انه ما فيش كروس بروتكشن، انه الحماية ضد سلالة لن تحميك ضد السلالات الاخرى. هذه نقطة كتير مهمة. نيجي الان لبعض المكونات اللي شائعة في الفيرولوجي لكن اقل شيوعا من الفيروس اتسلف، بسموها اتيبيكال فيروس لايك ايجنتس. ايش معنى اتيبيكال؟ يعني لا تشبه الفيروس، غير نمطيه. ديفكتيف فيروسز، سودو فيريون، فيرويدز وبريونز. طبعا الديفكتيف فيروسز، كلمه ديفكتيف معناها خربان، غير فعال، تمام؟ ما المقصود بديفكتيف فيروس؟ لما نتعلم الريبليكيشن هنشوف انه الفيروسات بتكون الكابسيد تبعتها وبتكون المادة الوراثية تبعتها، وفي الاخر تعمل عملية باكيجينج. ايش يعني باكيجينج؟ بتحط المادة الوراثية اللي تبعتها جوا الكابسيد تبعتها وبتحطها على جنب زي في المصانع، بنغلف تغليف باكيجينج. الآن عشان تعمل مادة وراثية إيش بتسوي هي الفيروسات؟ بتقطع المادة الوراثية للخلية اللي هي موجودة فيها. قد ينتج عن التقطيع بنات قطع من الدي ان اي تبع الخلية مش على الفيروس، مشابهة في الشكل والطول والحجم لمين؟ للفيروس. فبدل ما يعبي جوا الكبسيد مادة وراثية من الفيروس بيعبيها من مين؟ من الخلية. شكله من برا فيروس تمام، ومن جوا مش فيروس. لما بروح بعمل انفكشن لخلية تانية بدخل المادة الوراثية تبعته، واقع الأمر وش دخل هو؟ مادة وراثية تبعت بكتيريا تبعت خلية عادية، وبالتالي لن يكون هناك أي تكاثر لهذا الفيروس، فبنسميه defective virus. طبعا البعض حيظن ان العملية هذه عملية نادرة الحدوث، صح؟ قد يصل في بعض الفيروسات الريبليكيشن، في الريبليكيشن للفيروسات انه لكل 100 فيروس خربان يطلع فيروس واحد حقيقي. متخيلين كيف الوضع؟ انه كمية الفيروسات الفاسدة الغير سليمة عالية بالمقارنة مع مين؟ مع الفيروسات السليمة. وهذا بيفسروا او بيستخدموا العلماء في تفسير مهم جدا. ايش تفسير هذا؟ لماذا يشفى الانسان من الامراض الفيروسيه دونما الحاجه الى علاج؟ اكم مره رشحنا، اكم مره فلوزنا وشفينا بدون اي علاجات.
قلنا انه ممكن تكون الديفكتيف فيروس هي السبب في انه احنا شفينا من هذه الفيروسات. كيف؟ نفترض انه فيروس دخل خلية تكاثر، طلع 20 كويسين و20 مش كويسين، لانه كلمة واحد 100 لواحد هذا اعلى نسبة بنعرفها، احنا اعلى نسبة بنعرفها، لكن ممكن يكون 1 لـ100 العكس، طلع 50 و50. الان الـ50 الكويسين هيعملوا انفكشن لمين؟ لـ50 خلية اخرى. الـ50 الخربانين هيدخلوا 50 خلية اخرى، لكن مش هيعملوا انفكشن. بس عارفين في نفس الوقت ايش عملوا هما؟ منعوا اي فيروس يدخل الخلية اللي دخلوها هما. يبقى صار في تنافس ما بين الفيروس السليم وما بين الفيروس اللي هو الفاسد، وبالتالي قللنا من احتمالية إصابة الخلايا الأخرى. وكل ما زادت عملية الانفكشن كل ما زاد عدد مين؟ الفيروسات الخربانة، وبالتالي زاد التنافس فبقل عدد الفيروسات اللي هي الفعالة، وهذا مدعاة للشفاء دون ما الحاجة إلى علاج. وصل الصورة؟ إذن الديفكتيف فيروسز قد تكون سبب في هذا الموضوع. الديفكتيف فيروس هذا عبارة عن فيروس فيه خلل، صار فيه ميوتيشن، صار فيه ميوتيشن. الميوتيشن خلته غير قادر على انه يعمل ريبليكيشن داخل الخلايا بذاته. لازم يكون معاه هيلبر فيروس. ايش يعني هيلبر فيروس؟ مساعد. وافضل نموذج ومثال عليه عندنا فيروسين، واحد اسمه هيباتايتس بي وواحد اسمه هيباتايتس دي. إذا وجدنا دي عند إنسان فلازم يكون عنده بي، لأنه دي تذكروا دي ديفكتيف، دي ديفكتيف خربان، ولن يستطيع أن يقوم بعمل عدوى للإنسان إلا إذا كان بي موجود. بي هو اللي بيساعده على حدوث التكاثر، تمام؟ إذا هذا هو الديفكتيف فيروس. السودوفيريون هو الفيروس اللي من برا فيروس ومن جوا مادة وراثية من الخلية المصابة، والذي ذكرت بأنه يمكن أن يكون جزء من تفسير لماذا يشفى الناس بدون الحاجة إلى علاج، لأنه يصبح هذا السودوفيريون منافس للفيروس الحقيقي من حيث عدم سمح له بإصابة خلايا أخرى. الفيرويدز حاجة غريبة الحقيقة، هي عبارة عن single molecule of circular RNA without a protein coat or envelope، يعني مادة وراثية بس ملهاش كبسيد ولا إلها envelope، وقادرة على إنها تعمل infection للنباتات. غالبا الفيرويدز بتصيبش الإنسان، بتصيب اللي هو النباتات. والجزء الأخير من الاتيبيكال فيروس لايك بارتيكلز اللي هي البريونز، والبريونز الحقيقة صدمة ونقلة نوعية كبيرة في العلوم الحياتية، لأنها أثبتت لنا أن هناك بعض البروتينات والتي لا تمتلك أي صفة من صفات الحياة أو الخلوية، تمام، استطاعت أن تحدث مرض للإنسان من خلال فقط تغيير confirmation شكل، بدل ما هي هيك صارت هيك، تمام. لما يتغير الشكل تتغير الوظيفة، وهذا الابنورمال بروتين بيتكاثر بتحويل النورمال الى ابنورمال. ومن مزايا هذا البروتين انه مقاوم لعمليات الديس انفكشن والستيريلايزيشن اللي بنتكلم عنها بشكل مستمر، فبالتالي بلاقيها ريزيستنس تو فورمالديهايد اند نوكليازز، دي ار انكتيفيتد، يعني ممكن احنا نقتلهم او ندمرهم، هم اصلا مش احياء عشان نقتلهم، لكن بندمرهم من خلال الكلور الهايبوكلورايد او الصوديوم هيدروكسايد وعن طريق الاوتو كليفينج. لكن بدنا نفهم انه صار على قائمه المقاومه للحراره، المقاومه للحراره صار عندنا البريونز. بقينا نتكلم عن الاندوسبور فورمينج، تمام، الان نتكلم عن الاندوسبور فورمينج، نتكلم عن البريونز. والبريونز طبعا هي المسؤوله عن احداث الامراض الخطيره اللي مثل الترانسميسابل سبونجي فورم انسيفالوباثي، او اللي احنا بنسميه جنون البقر ماد كاو ديزيز،
وفي له مقابل مرض بشري اللي هو اسمه كروتزفيلد جايكوب ديزيز. وفي الأغنام أيضا في حاجة اسمها سكرابي في الأغنام برضو خرف بيسبب جنون للأغنام. طبعا في نظريات عن نشوء هذا البرايونز، إن شاء الله لما ندخل بتعمق أكبر في هذا الموضوع، لأنه هذا له فصل خاص فيه في البرايونات إن شاء الله حنطلع عليه. طبعا هذه اللوحة غالبا كل ما هو موجود فيها احنا ذكرناه عن الفروقات بين البرايونات والكونفنشنال فيروسز. البرايونز ما فيهاش نوكليك أسيد، normally encoded by our genes يعني جيناتنا، بينما الفيروسات لها their own gene. inactivation الفيروسات سهل نعملها inactivation، بينما البرايونز صعب نعملها inactivation. تحت الميكروسكوب الإلكتروني بنشوف البرايونز عبارة عن filaments، بينما الفيروسات لها شكل محدد، إما icosahedral أو قلنا عنه الهيليكال أو الcomplex morphology. infection induces antibody بالبرايونز، لأنه هو أصلا جزء من خلايانا إحنا، البرايونز جزء من خلايانا، فبالتالي كيف خلايانا بتعمل له أجسام مضادة، فلن تقوم بعمل أجسام مضادة، بينما الفيروسات غالبا بصير لها أجسام مضادة. ما فيش inflammation أيضا في البرايونز، بينما في inflammation في الconventional virus. البرايونز اللوحة هذه هي توضيح لما ذكرته عن طبيعتها، أنها هي بروتين سيلولر بروتينز، وبتتراوح ما بين 27,000 ل 30,000 كيلو دالتون، غالبا سنجل سيلولر جينز إلها. حاجة غريبة إنه الناس المصابين والغير مصابين ما لقيناش فروق في تركيز لا الجين ولا البروتين ولا الـ RNA تبع اللي هو وهذا مؤشر إنه فقط الكونفيرميشن اللي هو الشكل الخاص بالبرايون، هل هو نورمال ولا اب نورمال هو المسؤول. وبهيك ان شاء الله بنكون انتهينا من الجزء الاول من محاضراتنا اللي هي الستراكشر اوف فيروسز، وان شاء الله نكمل المره القادمه، وحيكون موضوعنا عن الريبليكيشن اوف فيروس.